طالب بجامعة أبمكسل. وقفنا هذه الوقفة اليوم لكي نناضل عن حقنا المشروع في نيل دراسة جامعية مقننة ومريحة ونقل مدرسي بامتياز. كما وقفنا هنا لكي نحتج على الفاجعة التي وقعت بموت أخينا وصديقنا عمر القيد الذي راح ضحية الإهمال المسؤولين وتغاضيهم عن أهم وأحق واجباتنا وحقوقنا كطلبة. صراحة لا نرى أي بديلة منهم للإصلاح ولم يستمعوا لنا، فأتمنى أن يسمع صوتنا وألا يذهب وقوفنا هباء منثورا. أتمنى أن يعرف حقنا كطلبة، أننا حملة لواء هذه المدينة لأن مستقبلها، وأن لنا حقوقا دستورية نطالب بها، وأننا لا نريد شيئا غير هذا. المسؤولين كان واجبهم الأول حماية الأرواح وحماية الطلبة. هذا الحادث المأساوي الذي أزهق الروح الطالب بسبب دهسه بشاحنة نقل ليس قضاء وقدرا فحسب، بل هو نتيجة مباشرة للإهمال والتراخي والاستهتار بحياة الناس. لن نقبل أن تدفن الضحية قبل أن تحيى القضية. لن نقبل أن تدفن هذه القضية مع دفن الضحية. لن نقبل أن يتحول هذا الحادث إلى رقم جديد في قائمة الكوارث المدرسية الناتجة عن سوء التخطيط وغياب الرقابة. كم من الأرواح سنفقد بعد اليوم حتى يفهم المسؤولون نفسهم وأن مسؤوليتهم ليست مجرد كلام وليست مجرد حبر على ورق. كم من الأحلام ستتحطم تحت عجلات الإهمال حتى نرى إصلاحا حقيقيا. نحن هنا اليوم لنقول بصوت واضح، يجب أن يحاسب كل من كان له يد في هذه المأساة، من المسؤولين إلى آخر موظف. يجب أن يعلم الجميع أن حياة الناس ليست لعبة، وأن كل روح تزهق هي وصمة عار في جبين كل مسؤول متقاعس. لن نصمت ولن نسمح أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام. هذه الحادثة ليست حادثة عابرة، إنما هي علامة على خلل عميق في البنية التحتية وفي أولويات المسؤولين. إلى كل مسؤول يسمعنا الآن، تذكروا أنكم مؤتمنون على حياة الطلبة، وإذا عجزتم عن أداء هذه الأمانة فتنحوا جانبا، فلا نتوقف حتى نرى العدالة تنفذ وحتى نرى وطنا يحترم فيه الطالب والطلبة. صامدون 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 لبغينا يكون صامدات 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 لبغينا يكون ضرب النضال شعارنا تحيا الوطن ودربنا ضرب النضال نحن وإن هذا الزمان.